النهاردة بقى بنعمل فيديو ليوم الصيد العالمي. شيء جميل انك انت شايف عيلة بتصطاد، اب ابنه مراته اللي هناك دي بتصطاد لوحديها، ده وجوزها هم طبعا، غير اللي الناحية دي بقى، دي الجزئية اللي أنا فيها بس. هواة الصيد، بيحبوا الصيد، أب وابنه مراته عياله، في ناس هناك تاني، عيال تاني هناك كتير بقى طبعا. في اللفة دي كده هتلاقي ناس، وناس لابسة أحمر هناك، وهنا البياض الصغير ده بيقول عليه باجري، لا هو اصطاد اكبر من كده. العدة المرصوصة بقى، عايز اسمع جرزها، دول التلات عيدان اللي انا فرشهم، عايز اسمع جرز فيهم تاني بقى. الصيد سبيره ده العود بتاعها، يا ريت يضرب بقى بصراحه، يعني هو رن فيو باتي باتي نو حتى عود، وفرشالي بقى فرشة خيوط زي ما انت عايز قول، وترمي هنا وحدف هنا وحدف هنا. كوانتوس باجري اجورا فوسي باتي كوانتس ديسي استاد 10 حتت و والمدام اصطادت حتتين. ايه ده؟ وشلابيا تمبين. اتعشت معاهم النهارده. كانومي. فرانسيسكو. ابو. بص حرفان الصيد. عودين ايديها لف عليها خيط، والتانية معاها فايبر. كواندو فوسي كواندو فوسي باتي فايس. لسه قافل الكاميرا. ماس باجو بس نو باجو بور كي نو نقفل بقى لحد ما ربنا يسهل.